أهلا بكم مجددا وإلى التفاصيل. أعلن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق التي تطير للإمارات مساء اليوم للمشاركة في مباراة أياكس الهولندي بمهرجان اعتزال حسام غالي قائد الفريق والمحدد لها يوم الجمعة المقبل على ملعب هزاع بن زايد. وضمت القائمة كل من محمد الشناوي، شريف إكرامي، علي لطفي، سعد سمير، محمد نجيب، أحمد فتحي، محمد هاني، باسم علي، صبري رحيل، علي معلول، حسام عاشور، حسام غالي، وليد سليمان، أحمد حمودي، ميدو جابر، باكا، محمد شريف، صلاح محسن، مروان محسن، أحمد حمدي، أحمد ياسر ريان، محمود الجزار، عمرو السلية، إسلام محارب، وكريم نادفد. تقرر سفر الثلاثي هشام محمد وأيمن أشرف وأكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببعثة الفريق في الإمارات مساء غد الخميس عقب انتهائهم من أداء الامتحانات الدراسية. وكان الجهاز الفني قرر عدم سفر أكرم توفيق بسبب ارتباطه بامتحانات نهاية العام قبل أن يقوم الجهاز الإداري بتوفير تذاكر في التوقيت المناسب. وبهذا يلحق الثلاثي ببعثة الفريق في الإمارات غد الخميس استعدادا للمشاركة في مباراة أياكس الهولندي ضمن فعاليات مهرجان اعتزال حسام غالي كابتن الفريق. تطير بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم الأربعاء إلى الإمارات وتصل إلى مطار الشارقة بالإمارات فجر غد الخميس استعدادا لمواجهة أياكس أمستردام الهولندي في مهرجان اعتزال حسام غالي الجمعة المقبل على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية. وتتوجه البعثة فور وصولها إلى مدينة دبي للمكوث بها قبل التوجه إلى مدينة العين التي تحتضن مهرجان تكريم كابتن النادي الأهلي. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف محمد سعيد مراسل قناة النادي الأهلي. محمد أهلا بك. أهلا بك يا آية، مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. محمد، عايزين نعرف تفاصيل سفر رحلة الفريق إلى الإمارات. يمكن حسب الترتيبات اللي أعدها الجهاز الإداري والجهاز الفني خلال الساعات القادمة تحدد في الساعة 10 من مساء اليوم تجمع كل اللاعبين وأفراد الجهاز الفني وأعضاء الفريق في مطار القاهرة الدولي استعدادا للسفر في الطائرة التي ستخلع من مطار القاهرة في تمام الساعة 12 منتصف ليل وصباح الخميس استعدادا للسفر إلى إمارة الشارقة. يمكن طائرة الأهلي ستصل إلى إمارة الشارقة ثم يستقل الفريق الحافلة التي تستغرق به مباشرة من الشارقة إلى دبي لتصل البعثة فجر يوم الخميس استعدادا لمباراة اعتزال حسام غالي بين مباراة الأهلي وأياكس الهولندي والتي مقرر ان شاء الله خمسها مساء يوم الجمعه. يوم الخميس الفريق يقيم في اماره دبي ثم يؤدي احدى تدريباته في المساء والسفر في اليوم التالي يوم الجمعه يوم المباراه الى مدينه العين عبر حافله تستجي بها البعثه من دبي الى العين لمده حوالي ساعه وعشر دقائق ثم يخوض الفريق ويعود بعد المباراه مباشره من العين الى دبي استعدادا للسفر في اليوم التالي. سوف يسافر الفريق ان شاء الله صباح والساعات الاولى من صباح يوم السبت الى اوغندا، لكن طائره الاهلي عبر الخطوط الاثيوبيه ستصل الى مطار عنتيبي احدى المطارات الدوليه باوغندا ثم تتجه بحافله اخرى من مطار عنتيبي الى العاصمه الاوغنديه للاستعداد لمواجهه كامبالا. ويبدا الاهلي الاستعداد للمباراه الافريقيه مساء يوم السبت بعد الوصول في المباراه المقرر اقامتها باذن الله عصر يوم الثلاثاء القادم. الجهاز الفني حدد القائمه واختار القائمه الاساسيه، هناك ثلاث لاعبين سيلحقون بالبعثه مساء يوم الخميس هشام محمد واكرم توفيق وايمن اشرف، وهناك لاعبين بعد مباراه اعتزال حسام غالي بين الاهلي واياكس لم يتوجهوا مع البعثة إلى أوغندا وسيعودون من دبي إلى القاهرة ما بين العدم الفوز في القائمة الأفريقية سواء لأحمد ياسر ريان وعرض آخر من اللاعبين مصابين وأيضا عدم وجود أيمن أشرف وعدم وجود لاعبين آخرين في القائمة الأفريقية. فبالتالي القائمة تتجه المقيدة في القائمة الأفريقية حوالي من 22 إلى 23 لاعب، القائمة النهائية ستتجه صباح يوم السبت إلى أوغندا لتعلم مباراة كامبالا. دي الترتيبات والتجهيزات الخاصة لبعثة الأهلي ابتداء من مساء اليوم حتى العودة
صعب مباراه كامبالا يوم الثلاثاء باذن الله، ولا خلالها مباراتين، مباراه الاهلي وايت على ملعب الحاج بن زايد يوم الجمعه، ومباراه كامبالا سيتي والاهلي في الجوله الثانيه من مباريات المجموعه الاولى دوري ابطال افريقيا يوم الثلاثاء القادم. محمد سعيد مراسل قناه النادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا ونتمنى للفريق رحله موفقه. قال احمد ايوب المدرب العام للنادي الاهلي ان الفريق لديه اهداف كثيره من مباراه اياكس امستردام الهولنديه، واوضح ايوب ان مباراه اياكس ستكون بمثابه احتفاليه لتكريم قائد الفريق حسام غالي الذي قدم الكثير للنادي، مشددا على ان الجهاز الفني يسعى لتحقيق استفاده فنيه من المباراه، واضاف ان المباراه قد تشهد تجهيز عدد كبير من اللاعبين العائدين من الاصابات. وما زلنا مع أيوب، حيث أكد أنه لا بديل عن الفوز في مباراة كامبالا سيتي الأوغندي في الجولة الثانية من دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا من أجل تعويض نتيجة التعادل في ضربة البداية أمام الترجي التونسية. وأضاف أيوب أن الجهاز الفني يسعى لتقديم مباراة مميزة وتحقيق الفوز، ولكن يجب على الجميع تقدير قوة المنافس وحجم الغيابات والصعوبات التي تواجه الفريق فنيا في هذا التوقيت. قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اصطحاب عدد من التسجيلات الخاصة بفريق كامبالا سيتي الأوغندي خلال رحلة الإمارات، وطلب حسام البدري المدير الفني للفريق تجهيز فيديو لآخر آخر 5 مباريات لكامبالا سيتي لدراسته في رحلة الإمارات، ويستعد الأهلي لمواجهة كامبالا سيتي الأوغندي في الجولة الثانية من دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها يوم 15 من مايو الجاري. أدى شريف إكرامي وعلي لطفي حارسا المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي برنامجا تدريبيا خاصا عقب انتهاء التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء لزيادة معدل اللياقة البدنية، وأدى ثنائي تدريبات في الجيم بعد انتهاء المران الجماعي لمدة 20 دقيقة فضلا عن تدريبات الجري حول الملعب. أدى عمرو السولية لاعب وسط الفريق جلسة تأهيل في الجيم على هامش المران الجماعي للفريق اليوم، واكتفى السولية بأداء جانب من التدريبات البدنية في الجيم، وبدأ تدريبات الجري بشكل منفرد حول الملعب في إطار برنامجه التأهيلي. ويعاني السولية من إصابة بشد في العضلة الأمامية أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية للأهلي خلال الفترة الماضية. كشف خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن موقف الثنائي حسام عاشور وصلاح محسن من الإصابة التي تعرضا لها في مران اليوم، وقال محمود أن خروج الثنائي من مران الفريق اليوم جاء كإجراء وقائي، موضحا أن إصابة صلاح محسن عبارة عن كدمة في أنكر القدم نتيجة التحام مع باسم علي، فيما تعرض حسام عاشور لخلع متجدد في ظفر القدم نتيجة لكرة مشتركة مع أحمد فتحي. وأوضح طبيب الفريق أن الثنائي سوف يشارك في التدريبات الجماعية ومباريات الفريق خلال الفترة المقبلة بشكل طبيعي. انتظم الثنائي وليد سليمان وأحمد فتحي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء، وكان الثنائي قد أدي تدريبات تأهيلية وبدنية والجري حول الملعب تحت إشراف أنيس الشعلالي المعد البدني في مران الفريق الذي أقيم أمس.
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف التشكيل المثالي للجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. وشهد التشكيل المثالي تواجد أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي ضمن قائمة الأفضل في الجولة، وضم التشكيل كل من كيجلي جوسيبولا تاونشيب، خط الدفاع أحمد فتحي الأهلي، شمس الدين الزوادي الترجي التونسي، ماندلا بالما بامباني سوالوز، فاكسون كامومبو زيسكو، وخط الوسط خما بليات سان داونز، وليموبين شيرستو تاونشيب، وناثان سينكالا مازيمبي، واسماعيل الحداد الوداد المغربي، وخط الهجوم مالانجو نيجيتا مازيمبي وحميد حداد الدفاع الحسني الجديد. الالتزام دايما بتعلم بتحرك ببص لقدام بجري مش بس عشان حياتي بحب الكورة بطير بحلمي وعندي هدف في الكون الأهلي فوق الجميع. وإلى أخبار الألعاب الأخرى والبداية مع كرة اليد، حيث استأنف الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الأربعاء استعدادا لمباريات كأس مصر، حيث من المقرر أن يلتقي الفريق مع نظيره البنك الأهلي يوم الجمعة القادم. وأخذ الفريق في 5 من مساء اليوم على صالة الأمير عبد الله الفيصل بالجزيرة بعد حصول اللاعبين على راحة عقب المباراة الفاصلة مع الزمالك لحسم لقب الدوري. ويسعى الفريق إلى الظهور بشكل قوي في مباراة البنك الأهلي من أجل تحقيق الفوز واستكمال المنافسة على لقب البطولة. ومن كرة اليد إلى الطائرة، حيث عبر محمد مصلح المدير الفني للفريق الأول الكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي عن سعادته بتجديد عقود رباع الفريق محمد عادل ومحمد عبد المنعم وأحمد سعيد وأحمد عبد العال، مؤكدا أنها خطوة مهمة في إطار الحفاظ على العناصر الأساسية. وأشار مصلح إلى أن رباعي يملك موهبة وخبرات كبيرة يحتاجها الفريق من أجل الحفاظ على ما تحقق من إنجازات كبيرة في الموسم المنقضي وفي ظل السعي نحو تحقيق مزيد من البطولات بالفترة القادمة. ووجه المدير الفني للفريق الشكر للاعبين على تجديد عقودهم مع النادي على بياض ودون مناقشة أي تفاصيل، لافتا إلى أن الجهاز الفني يقدر جيدا حرصهم على الاستمرار مع الفريق رغم العروض الخارجية المغرية.
وإلى كرة السلة سيدات، حيث أبدى إيهاب الألفي المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة سيدات بالأهلي ساعدته بالفوز الكبير الذي حققه الفريق أمس الثلاثاء أمام نظيره الشمس بالنتيجة 76-48. وجاء فوز الأهلي في المباراة التي جمعتهما على صالة الشباب والرياضة بأكتوبر ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات الدورة المجمعة الثانية بدور السوبر. ونتابع ردود الأفعال عقب المباراة في سياق التقرير التالي. الحمد لله على الفوز الأول، دي أهم حاجة بالنسبة لنا. كان الماتش ده مهم بالنسبة لنا قبل التوقف بكرة راحة. النهاردة الجيم الحمد لله ابتدينا ستارت كويس، ضغطنا عليهم وخلصنا في الهاف تايم، نوعنا يعني من بين الفور كورت بريس، وبعد كده رجعنا زون شوية، بعد كده ردينا من تو مان. الهاف تايم خلص 11 بونت، حصل يعني استرخاء شوية في الكوتر الثالث، فالشمس طلع لنا بونت، طلبنا تايم اوت واتكلمت معاهم، ما كنتش عايز ان البنات تلعب، في بنات معينه مش عايز تلعب تايم كبير، فالحمد لله عملوا الكومباك تاني وفرقنا من الكوارتر الثالث وريحت الناس في الكوارتر الرابع الحمد لله. يعني النهارده اللي بسطني يعني النهارده الحمد لله ان ريم موسى الكدمه بتاعت امبارح انا بحييها عشان هي لعبت عليها وهي يعني مش 100% بحييها. هلا مصطفى واخده كوع تحت عينها كده، برضو في ورم لعبت رنا عبد الظاهر اول يوم تلعب بقى لها 10 ايام اول مره النهارده الحمد لله، كان عندها العضله الضمه لعبت شويه وريحتها الحمد لله. ده هو المكسب مع الثلاث نقط. الحاجه الثانيه هو الاداء، ان احنا رجعنا تاني ان احنا نوصل قريبين من معدلاتنا هجوميا، والحمد لله دفاعيا الفرق ما بتجيبش فينا يعني سكور كبير، فالحمد لله هو ده اللي عمل الفرق ان احنا رجعنا تاني ندافع واتوفقنا جدا في الزون، جرينا منه فاست بريك، جرينا النهارده كمان فاست بريك كويسه الحمد لله، فده اللي عمل لنا الفرق يعني الحمد لله. اكيد كلنا بنحاول نعمل احسن حاجه عندنا، اكيد مش هوصل في حته اقول ان انا بقيت كويسه او حاجه، احنا عايزين دايما نحسن من نفسنا، وان شاء الله احنا جايين هنا عشان ناخد الدوري باذن الله، فان شاء الله ده خطوه للماتش الجاي والماتش اللي بعديه باذن الله. هو احنا على طول ايا كان احنا مش متوفقين في الاوفنس، دايما كابتن ايهاب بيخلينا نعمل ديفنس اكتر ويشجعنا ان احنا نعمل ديفنس، لان الديفنس عندنا ده اهم حاجه ودي اللي يعني مخلينا متفوقين على اي فريق تاني، ان احنا الديفنس بتاعنا قوي قوي الحمد لله. اكيد الدوري صعب وكل حاجه، بس احنا كنا حاطين تارجت من اول ما جينا ان احنا الدوري ده ان شاء الله مش هنفرط فيه ابدا، وده بتاعنا ان شاء الله، بس يعني احنا احسن ان شاء الله باذن الله. اول حاجه احنا نادي الفوز ده كل جماهير النادي الاهلي، وان شاء الله احنا قربنا قوي للدوري، والدوري السنه دي هدفنا كلنا، احنا من اول يوم الجهاز الفني متفق معانا ان احنا ناخد الدوري، واحنا عندنا حماس ان شاء الله ناخد الدوري عشان نبقى خدنا الاربع بطولات اللي لعبنا فيهم، ودي تبقى انجاز كبير طبعا لينا، الدوري غايب عندنا بقاله كتير، فان شاء الله احنا بنعمل كل اللي في وسعنا وكل واحد بيأدي دوره من اول الجهاز الفني لحد اللعيبه لحد الناشئين لحد كل الناس عشان نكسب، وان شاء الله ربنا كمان يومين هنتوج بالدوري ان شاء الله. كابتن هاب بيقول لنا ان احنا نهدى ونرجع نلعب بمستوانا ونعمل ديفنس كويس وهنرجع للماتش وهناخده، احنا ده مجرد ارهاق بس. طبعا الدوري السعودي صعب جدا، مفيش ماتش متوقع اصلا مين اللي هيكسب، كل الماتشات جامده، كل الناس مستنيه كل الناس تخسر عشان ياخدوا مركز، لكن الحمد لله ملناش دعوه بحد، احنا بناخد كل ماتش بماتشه، ويعني كل ماتش هو يعتبر الدوري. كابتن هاب بيقول لنا ان كل ماتش هو الدوري. الحمد لله يعني الفتره دي الحمد لله مركزين، كنا بادئين في الاول كويس، بعد كده جينا في الشوط الثاني ريحنا شويه، ما كان نزلنا الثالث والرابع الحمد لله، لا رجعنا لمستوانا وعلينا الفرق جامد. اهم تعليمات كابتن هاب ان الديفنس طبعا ده اهم حاجه، وان احنا نلعب يعني نلعب بمستوانا عادي، لو احنا مش قلقانين من حاجه مش خايفين من حاجه، كل واحد يلعب ويأدي اللي عليه، وان شاء الله يعني ربنا هيقدم فيه الخير. يعني المنافسه اجمد من السنه اللي فاتت، وكل يوم في مفاجاه، يعني كل يوم في فرقه بتكسب حد، في فرقه بتخسر، في فرقه بتبقى خسرانه كله فجاه تكسب، فهم يعني كل شويه في تغيير في المنافسه،
يعني ما بيبقاش في حد ثابت. طبعا مواجهه جامده لان ده هيبقى يعني هو ده يعتبر الفاينل بالنسبه لنا يعني، فاحنا طبعا لازم هيبقى ده اهم ماتش نركز عليه، واحنا يعني احنا بنحضر له من دلوقتي يعني كل الماتشات دي كانت تحضير للسبورتنج. ومع أخبار الأهلي في الصحف والمواقع والبداية من الأهرام. الأهلي يختتم استعداداته قبل السفر إلى الإمارات لمواجهة أياكس الهولندية. بوابة أخبار اليوم، البدري يواصل استعداداته لكامبالا خلال فترة تواجد الفريق بالإمارات. وفي الشروق، أحمد فتحي ضمن التشكيل المثالي لدوري أبطال إفريقيا. الوفد، مدرب الأهلي نسعى إلى تحقيق أقصى استفادة من مباراة أياكس. اليوم السابع، الأهلي يحيي ذكرى ميلاد الكابتن عبدو صالح الوحش. الوطن سبورت، الامتحانات تبعد أكرم توفيق عن الأهلي في رحلة الإمارات. فيتو، تدريبات بدنية خاصة لإكرام بمران الأهلي. مصراوي، مران الأهلي، إصابة عاشور ومحسن وغالي يودعوا تتش. الأهلي.com، طبيب الأهلي، خروج عاشور وصلاح محسن من الميران إجراء وقائي فقط. يلا كورة، مصدر مقرب من اللاعب معلول لا يمتلك عروضا رسمية للرحيل عن الأهلي. إلى هنا تنتهي النشرة الرياضية من قناة النادي الأهلي، قدمتها لكم آية لطفي. دمتم في أمان الله.